فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، اخر جزء من حصتنا اليوم. نحكي باسكيت، تحول اللعبه خلود مفتاح البطوله السعوديه كاول تونسي يتحرك في البطوله السعوديه النسويه. معنا بالتليفون خلود باش نحكي معاه اكثر تفاصيل على الموضوع هذا. اهلا بك خلود. مرحبا بك سليم، ومرحبا بكيف المستمعين. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله لاباس، تري بيان. شنو الجو؟ تاقلمت في السعوديه ولا مازلت؟ والله ما عنديش برشا، عندي تاع 3 جوغ يعني من وصلت للسعوديه. بور دو مومون سافا، جو بريسك قريب شويه لتونس. سافا. بلاصه وين؟ في العاصمه ولا بلاصه اخرى؟ اي في العاصمه، في الرياض. في الرياض. اي نتصور تقرب شويه لتونس بارابول بلايص اخرين. اي تقرب برشا لتونس، اي سورتو حتى في طقسها يعني بريسك كيما تونس. باهي خلود، احكينا شوية على تحولك البطولة السعودية، الساعة كيف جات الفكرة؟ ما خفت شوية؟ ظهر لي ما عندهمش برشا تقاليد في الرياضة النسوية في السعودية، لك احكينا أكثر، أنت أكيد تعرف أكثر. صحيح والله، معناتها كيما أي واحد كيف يسمع سبور في السعودية معناتها تجي هكا غريبة، مي سانسيرمون أنا معناتها شفت وسألت وسورتو عندي يعني والدي اللي هو مدرب مثلا هنا في معناتها كرة سلة في السعودية، دونك أعطاني فكرة، قال لي اللي برشا حاجات تبدلت هنا في السعودية، معناتها مونتاليتي أخرى. ديجا البطولة السعودية يعني عندهم السيزون اللي فات بدا، وهذه ثاني يعني ثاني عام يعني في البطولة، دونك سي فغي حاجة جديدة. لكن أنا شفت اللي هو أوفر ينجم يزيدني بلوس يعني في مسيرتي كلاعبة، سورتو اللي هي معناتها ليكيب هذيا إيكيب توا كلاسي الأولى في البطولة وتلعب على تيتر، وهذه حاجة تهمني برشا، دونك فوالا هذيك علاش اخترت الأوفر هذي. باهي، شنو الأهداف نتاعك من انتقالك البطولة السعودية خلود؟ أهداف مالية نتصور مهمة الأهداف المالية. شوف أسمعني، هو ديما يقول لك أهداف مالية، والله هو سبورتيف يخمم في اللي دو كوتي، يخمم في كوتي سبورتيف. شنو معناتها؟ أي سبورتيف يطمح كونه باش يهز تيتر، إيكيب تلعب على تيتر، دونك هاني قلت لك هذا ديجا قلتولك من الأول، قلت لك يهمني برشا كوني نمشي نحب ديما نلعب على تيتر. أهداف مالية سي نورمال، أنا هذيك معناتها تسمى خدمتي، أنا جوز بروفيسيونيل، أنا هذيك خدمتي، دونك سا مانتيغيس يعني. مش عيب راه. إي هاني قلت لك مش عيب، فوالا يعني سا مانتيغيس الكوتي ماتيريال. واضح. باهي الاتصال كيفاش كان؟ تصور الوالد عنده دور معناها في اللي كلموك. والله هما يلوجوا يعني لهنا في السعودية pratiquement يلوجوا على ديما لي زيترونجير يعني الكرون دو تاي يعني بوست 4-5 فهمتي، اللي هما توا بريسك يعني مفقودين، ماهمش موجودين برشا معناتها باش تلقى بوست 5 حتى في تونس. احنا ديما انت قداش طولك خلود؟ انا 1.90 متر. ما شاء الله. فوالا دونك احنا ديجا حتى في تونس كعبتين وكعبة يتحسبوا يعني جواري تطويل. لا في العالم الكل هم مطلوبين، حتى في الولاد معناها زاد لي بوست هذوكم. فوالا اكزاكتومون، والحمد لله صحيح تعاوني بيان سور، عاوني خاطر معناتها بيان سور تمشي لبلاصة باش ناخذ رايه، بيسكو هو عنده اكسبيريونس هنا، اسكو ايكيب باهية لي كونديسيون نتاعها باهيين، ولا هو يعرف أكثر في الكوتي هذايا. اون بلوس دو سا معناتها الحمد لله يا ربي، أنا السي في نتاعي ما شاء الله معناتها يحكي. ان شاء الله نزيد نعمل ما خير، بيان سور ديما نصبح الاخير، اما معناتها حتى سي في نتاعي سافا معناتها لاباس. بيان سور لعبت في ايطوال، انت بنت جي اس كا هكا ولا؟ اي انا بنت جي اس كا، لعبت مع جمال عاد معناتها بريس كل عام فيناليست يعني في لي جون، ديما كنت نتوج معاهم بالدوبلي. بعد انتقلت للمغرب شباب ريف الحسيمه، هزيت معاهم دوبلي العام الاولاني، والعام الثاني هزيت كوب، وبعد انتقلت لكوكب مراكش. بعد رجعت لتونس مع الامل بالوطن القبلي نابل، عديت معاهم سيزون سبورتيف وهزيت كوب زاده، والسيزون اللي بعدها لعبت مع الاتوال، وسنة بديت مع الزهرة الرياضية. باهي خلود، نحب نعرف شوية تفاصيل غادي، شنو الفرق معناها بين تلعب في السعودية تلعب في تونس؟ ما نعرفش التفاصيل نتاع اللبسة، نتصور مش كيف كيف ولا كيف كيف. والله أنا باش سانسيغمون معناتها تو أنا باش نحكي لك لي كونديسيون اللي أنا شفتهم تو، أنا بور لو مومون معناتها كي نمشي نترينا وكل شيء يدخلوا هما عادي لابسين نورمال، بون بوتيتر خاطر أنا في العاصمة حاجة أخرى، مي أنا نحكي لك في البلاصة اللي أنا فيها. يترينيو عادي بشورت ويت ملاون نص عادي كيما نترينيو أحنا،
جوست في لي ماتش عندهم حاجة واحدة كونك لازم كيف تلبس تونو لازم تلبس تحت يعني كالسون طويل ومريول يعني يكون طويل في لي ماتش معناتها هذا معناتها parmi الحاجات اللي حاطينهم الفيدراسيون سينو تلبس تونو بتاعك عادي وكل شيء نورمال يقلق شوية هذا في اللعب ولا ما قلقنيش انا خاطرين ديجا في الشتاء نترينا هكاك هو ديجا لهنا طقس بريس كان يقول تقريبا تونس دونك مازالت بارده شويه دونك عادي ماكش انا ديجا حتى في تونس نلعب هكاك يعني نلبس تحت المريول حاجه معناتها بليتين طويله هكا على البرد وكل سينو هني قلت لك مونتاليتي اخرى وتبدلت برشا حاجات سينو بخلاف اللبسه فماش تفاصيل اخرى متبدله باش نعرفوا كلتور جديده في السعوديه معناها كيفاش؟ قلت لك بخلاف اللبسه فماشي حاجات اخرين يتبدلوا انت جاوك بيزار حاجه ما نعرفش هاني قلت لك بور لو مومون عندي بريسك 3 جور لهنا ما زدت مريت حاجه بيزار ولا حاجه زايده على تونس ما سينو اللي انا جيت قبل يعني جوست فواياج معناتها مش كجوار وجيت توا معناتها فما ديفيرونس وحتى اللي البلاد تبدلت وفما مونتاليتي اخرى وبرشا حاجه تبدلوا يعني تحسهم حتى انا قبل كيف جيت المرأة كانت ما تسوقش توا مثلا البنات كلها لهنا يسوقوا عادي وكل شيء عادي يعني مونتاليتي اخرى وقاعدين تحسهم قاعدين يقدموا في رواحهم وقاعدين يبدلوا في العقليه القديمه يعني اللي كانت عندهم. يعطيك الصحه شكرا لك خلود وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي عايشه تسلم بارك الله فيك ويعطيكم الصحه خاطر تذكرتوا الدستور في ميناء شويه. اكيد لازم هذا واجبنا الحقيقه مقصرين برشا معاكم نحن اما هكا كل ما نلقى فرصه يكون معنا حد يحكي كل ما فما جديد يعني. عايشك ميرسي بوكو سلام. يعطيك الصحة بالتوفيق إن شاء الله خلود مفتاح احترافها كأول تونسية تحترف في البطولة السعودية النسائية هكا نكملوا في البلاي اليوم شكرا عليا باشا في الإخراج آدم تقوى سارة في الإخراج الرقمي أجمل تحيات إسلام.